ولذلك تلاقي مثلا واحد زي نجيب ساويرس بيرحب جدا باسمه ايه ده، هو بعودة يوسف بطرس غالي، والناس عماله تشتم في نجيب. انا تشتموا ليه؟ بتشتموا ليه؟ بتشتم نجيب ليه؟ انا اقول لك، نجيب فرحان جدا بيوسف بطرس غالي ليه؟ ما انت ارجع بالتاريخ ورا كده، ارجع عجلتين ورا. انا اقول لك ليه، لانه يوسف بطرس غالي ده هو اللي استطاع بالتعاون مع نجيب ساويرس انه يخدم نجيب في موضوع الضرائب. ولذلك لما جاء الرئيس محمد مرسي طلع على نجيب 17 مليار جنيه ضرائب، لما جت حكومه بقى ثوره يناير والضرائب بقى اتنضفت كده، قالوا لنجيب خد تعالى ده انت عليك ضرائب مش عارف 17 او 12 مليار جنيه. قال لهم يا نهار اسود، ده انا هاخد استثماراتي وامشي. قالوا امشي انت عليك ضرائب، ويوسف بطرس غالي كان معديها لك وهو بالورقه والقلم وافق وقال لهم ماشي هجدولها. هوب بدات بقى ايه ارهاصات 30 يونيو، نجيب غرق البلد فلوس بتوع تمرد والحاجات دي عشان يشيل مرسي. شال مرسي اهو دلوقتي بقى، طبعا لما شال مرسي اتشالت عليه 17 او ال 12 مليار جنيه دي الضرائب. لما رجع بقى يوسف بطرس غالي، الراجل بيحفظ الجميل نجيب ساويرس، راجل الاصيل بيحفظ جميل يوسف بطرس غالي، لان يوسف بطرس غالي استطاع ان هو يمرر ضرائب نجيب ساويرس. فالناس النهارده مستغربه جدا، اه يا نجيب انت بتدافع عنه عشان فاسد زيه. لا، نجيب ما بيدافعش عن عوده يوسف بطرس غالي الا لانه يوسف ده هو اللي خدم نجيب لما كان وزير ماليه، خدمه في الضرائب. نجيب بزنس وقدر يعدي الضرائب بالتعاون مع يوسف بطرس غالي ايام ما كان وزير ماليه. فالراجل حافظ له الجميله دي، ومش ضرائب عاديه، دي مليارات، ده مليارات. نجيب بقول لك بعد ثوره يناير في حكومه هشام قنديل، حكومه هشام قنديل طلبته بحوالي 12 مليار 17 مليار جنيه مصري ضرائب. زعل ورفص وبتاع وكلم الكنيسه، والكنيسه كلم، انما قالوا ده الضرايب اهي، وده الورق اهو، ده الورق اللي عليك، دي مش ضرايب عليك هتدفع. قال لهم اجدولها يعني هدفعها تقسيط يعني. فقال له ماشي بس تدفعها. هوب بدات ارهاصات 30 يونيو، نزل نجيب بالفلوس في الشارع يمول في تمرد، يمول في اي كلب ضال. وفعلا طار الرئيس مرسي، وطارت حكومه هشام قنديل، وطارت وزاره الماليه بتاعت هشام قنديل. هوب رجع ابوه عند اخوه، نجيب ما بقاش عليه حاجه. عشان كده نجيب لازم ينبسط انه عوده يوسف بطرس غالي، بس ببساطه يعني.